That was served. تقلني من قبل 56 نورمال. لا لا أيوة 55 تقلني الخمسينات. بالذات أرى عندي بعض الدوسيي ديال الفوقاش دخل الحباس وفا على يعني مين زي خاز حاكمي حاكم الغزة بعد وين المحكمة العسكرية الإسبانية كان يهرب السلاح للجيش المغربي والجيش الجزائري أقش وين قغاري وين الحكم استرجمان يعني أرى عندي الوثيقة ديال يعني غسي خضاري فوق وقيازيد يزيد غسل معلومات فورت لأن أنت يقغى وين بعد الوليد الله يحموت وغد حلقة وسط جاء جيش تحرير الجزائري جيش تحرير المغربي وغتو غي يخدم كيسر قد غي يخدم أنت قيت مول شكور الناس قد غي جمع الدعم السانيتين اللي انتم تعرفوا هو أن إقليم الناظور أنا عندما أقول إقليم الناظور كنقول حتى الدريوش يعني لعب دور كبير المقاومة المغربية والمغاربية يعني حتى المساندة المقاومة الجزائرية منها أنه كان الوالد ديالو الله يرحمه يعني في هذا هذه هي الخلاصة اللي بغيت في هذه المسألة هذه يعني مثلا هنا كان هنا مثلا إذا جينا كان هنا بوضيف كان كيتسمى السعلي ملقى ديالو بالنسبة للهواري بومدان كان كيلقى بمحمد بن إبراهيم بوخروبة كان بالمهيدي كان بوصف سميتو اللي كان احمد بن بلة خيبر حتى هذاك كريم بالقاسم يعني كانوا هنا واحد عبان رمضان جبهه التحرير الجزائريه اللي كانوا كانوا هنا كانوا هنا في اقليم الناظور في هذا الدار كانوا هنا كانوا هنا في بنيسر وكانوا في الناظور وكانوا في دار الكبداني هذو يعني ثلاثة فين كانوا مركز هذا المركز ديالهم كان هنا المركز ديالهم فين كانوا تيتجمعوا في اللي هنايا لان هذاك الصالون ولا هضر هما ما كانوا فيه حتى في شارع الجزائر دابا في مدينة الناظور دابا علاش كيقول لها دار هذه ديالنا هذيك الدار واه فين تما بعدا مثلا المقاومين بيدهم كيقول لك هنا كانوا جزائريين هذيك الدار ديالنا هذيك بعدا ديال حموتينا بعدا ديال جدي وعمي الحاج مصطفى كان ثلاثه فيهم الملك ديالهم وما كانوا تما في 12 كانوا تيديو لهم من هنا يا لي واش عنده علاقه مع عبد الكريم الخطاب اللي كان في مصر في تلك المرحله اللي كان اسس لجنه ديال التحرير المغرب العربي واش كاين شي علاقه دابا دول نقول لك علاقه مع ملي كنقولوا لجنة التحرير المغرب العربي راه كانت عندهم علاقة مع القادة ديال هنا يعني دابا تكون ممكن إذا بحثنا كنلقاو شي علاقة بين لكن يعني ما غاديش تلقى علاقة مباشرة لا هذاك الوسيط اللي كنقولوا هذاك الوسطاء كاينين هما عاوتاني لأن غير تعرف يعني أن مثلا بحال دابا السفينة دينا اللي جات أول سفينة اللي جات محملة بالأسلحة راه اللي كان وجد لها كان وجد لها عبد الكبير الفاسي وكان في مدريد يعني كان هناك يعني كانت الجماعة يعني ملي كتجي تفكر في هاد جيش التحرير وفي هاد الحركة المقاومة كتبان لك بسيطة ولكن ملي كتدخل داخل وكتعمق فيها كتلقى عندهم واحد كان عندهم واحد التنظيم محكم كان عندهم تنظيم محكم يعني كتلقى بأن هذا مكلف داخل الناظور هذا مكلف برا الناظور هذا مكلف في مصر هذا مكلف في هاد الجهة هادي يعني وبالتالي أنهم كل واحد كيكمل الآخر واخا ما كانش الاتصالات المحليه ما كانش الاتصالات يعني ولكن الاتصالات كانت اتصالات سريه وكانت سريه بالطريقه ديال المساله مساله يعني جدا نقول لك علاش منين با كان هنايا خلق واحد خويا اسمه غبوديه شكون اللي سماه غبوديه فني هو راه خلق هنا يعني في هذا المره حنيت والله عمو يسد هذه الصغار يشرق مش لصقان جدي سيدي وين دي شاريك تو غيظه بوديف تو غيظه اقش تو غيظه صغار غد كيش اللي بدي في الدار ديال طبت شعر تو غيظه يسيلور سيرا ديال الاستوماغو تو غا الدواء في الجن قيموس من التزرخ والضربي تو غيتاوي في الباب هذا وتو غا عاود ضربي بالني غيتاوي الباب حتى غا تيجي مشري تو غا خميني غيدي انت تو غا في الدواء طبت شعر قيعقل خاص بوديف مسكينه فيها حمار ربي ذاني تينا قش انت في الدوال تو غا باغيش نتخدم تقان تصفض من مزرعة تو غا تقان تخدم غا تو غا تقيس المشا سديس لانني ثني تو غا تازم ذا سديس كوا شغل الوضع مش باش تنا يما تو غا قبل على الاعلي وين جد بابا سيني تو غا وسين مين دايتو حتى تو غا خميني ديتس مسكين عاد امي غاش نروح اموني غا الجزائر امي غاش يفكر غيش مسكينين لا يخفي غانكم ومن غير السر يبش لان ما يما تو غتغان تو غتحط تو غتطرف تشان تيهرش التويز باش تزار بودياف باش تزار تو غتختلف خي النيض تو غيتعترف يعترف شوينا لان تخيل شيك اول غاريوز في قزار ديال الجزائر الى غتخانق يعرضان
مباشرة القرار يصبح الجزائري عرض النوح الشين عرض العائلة نغنفكنا هذا عقل غيغض بعض يتبوار دميت النوح نرقيه إن شي ما يتقيم الوليدة بس الوليدة قوات زمارة تسأل ويسدن الشين عين انت لأنه يعترف سرخار يعترف تغد تقنده يزده ترتشاري كذا إيه وزيد مسكين ويش دي الوقت اللي يخرق بوديا يخرقوا مع بوديا يوزد جده يقزي شعري ذهنيتي الناس يوقش مش غنسمع الناس مش الناس غارس الشكي الناس سمى خيس منش جدير خضار يا حمار بي مسكين الناس سمى خيس منش يسمى بوديا في العامة سيدي خيس منش بوديا الناس أموه قسيس منش ويسمى ثنتا خقش ذهنيتي بوديا يعني بريك كي يسور مراحة يسور ذي الدار ذاني قاقش حتى مش دينا انت قلت اولا عزيبو زيان عزيب محمد نيثني ذي وقرام تقلت قيمة كيس مدانيتين انش حتى تشكيل الحكومة الموقت الجزائر امي تغورين اقشيسين الاقتراحات ذي امي قل مؤتمر نوسين غذي 57 ما 56 ما 58 واقير قين ذي تونس الاقتراحات اقشمانين تيسين الساعة تغذاء عبان رمضان تيتو غاغاسن داغي تغا تعوذن كريم بالقاسم فرحات عباس مر ينا توري القادة الجزائريون مر خيضر كان غينت ذيها كريم بالقاسم كان غينت ذي مجلس كان ذي ظالمانيا وخيرا بقليمة خيضر كان غينت ذي مادري كل كي تغا تعوذن خيمة الوليدة إما تعوذن خيمة ذي مادري ذي 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 ما ذنيت يرموت يرموت الباباش لان من يوقع ذي الوقت اللي تغسبوا زيان المجلس كان تغسبوا شي حاجه ترجموها لك لا لا معليش انا ديك تريد باش تلقاه هذا هو دوينه فين اقش غنفكر تو غتشسري مورا ديال تعمار عندك السلاح اقش ماني تغ ذنيتين تغ تصندا صالونين تغ غاسل تكنديس الاجتماعات يتوغا بس تكن صالونين تغا يجنبي تغا تعمان دي السلاح وشا تغا فارق اثنين لي بارتي لا بارتي كان يجيش تحرير ذاري تنغا في زيوم مسري لا بارتي النظام يتحن غا الجزائر تغا بو تغا بو بوم دين يتغا تغي تغا دوينة في تغا هواري بوم دين تغا دي تسن القوينة ثني بلكي تغا دي العسكة تغا الاختصاص نسيكسي سارسنا حيثا تواصل العلاقة واش كنت عنده شي علاقة مع عبد الكريم مع عبد الكريم الخطابي لأنه الانتقال لأن ذاك الشيء كيفاش نقول لك لأن الوليد حتى أقصد الوليد نفسه غازد غنديها وزطرين الخبر من تو غايتك سد من ميتعرين الخبر تو غا الوليد تو غا يثدي المقاومة يتك فافاس عمو ميش واش تو غطرين سد من مي النهار إذا سمعنا أنا غربوني كارد كيس هوري غارقو غربوني تو قناص فيكتوريا وغربوني لان ميتي سقا غار الوثائق الصغار شو غد شو غربوني غربوني تبقى قناص مليارو ميتي سقا ذي الملكيه تبقى قناص مليارو كغار الملكيه نس يزيد غاس المعلومات فورتي يزيد غاس المعلومات زعما يجيش البحث فورتي خو غربوني تبقى غاس هناي غربوني غامي غيهور ذيها مون يكارد كيش يندهي ذي دارومي دارومي غيتي يندهي من يوقع اللي هو جيت مجلس قان مينات قابويا هو بوراي كريتو غراني الوليد الزنزاستي الجلالي باباس مينات مجلس قانوني اللي نهار الجلالي صبحي 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 ديال رئيس صبحي غاس المعلومات فوق غربون ايوا والني غيدي لي الصبحي غاس يسن ماني غارقو غربوني هذاك الباطول اللي غرق كابدول ايوا يسن ماني غارق ماني غارق وغربوني أغربوني توغا غاسي جو غربوني ذن أقل حتى ذي السوار قبشي خي يزيد أقداري ذي فوتو توغا يكسيد زي خبرالتار يكسيد زي خبرالتار ذي علي البحاري تعمار أزدي وني مش توغا دي تعمار توغا مش يخدم الناس سيهان كوايا الناس توغا قال أنا قان نسخ مني تيار ذي توغا ذي الجنيد مني غاد خزار ذا مودي الساحة ما بين القدورة التافل سيجن اللي بس هكا هكا ما كانش سوف عرف واش مسمى هو تعطوا مواطن
وكاين مع عباس مساعد كنعرفوا هذا السيناريو ديال الصراع السياسي. انا كان يعني كنهضر في باحث العداله الانتقاليه حيت اهم حاجه باش نتصالحوا مع تاريخ منطقه معينه قبل بناء المتحف وقبل المصالحه هي كشف الحقيقه، لانه هذه القضيه هذه ديال الوالد ديالك سوف تؤسس السيد مندوبي اللي خدم هذا الشفعي تؤسس لنوع من العلاقه مع الاخوه الجزائريين، لانه مثلا جامعات الجزائر الى عرفات المعطيات على المستوى التاريخي اكيد غادي تثير انتباه المساله. ممكن نؤسس واحد العلاقه جديده دبلوماسيه في اطار العلاقه مع الاخوه الجزائريين، هذا معطى حيت هذا تيتم فيه شيء واحد الارث ولا واحد اللي اساسي جدا وغتكون الشرف انه كاين في فرنسا. واش يعني ممكن داخل هذا الشيء في اطار التصفيات ديال جيش التحرير اللي مازال ما عرفنا حتى شكون تحدوا بشيش وشكون تخلق العباس المساعدي، رغم انه دخلنا اطار المصالحه وحتاش شكون كتب عبد الجليل الا كيبقاو هاد البارتي اللي معترف خصوصا بالريف ما ظهرش المفروض يعني انه باباش من غير المغربيه من غير تسمى ما يتميش دخل كراء الجيش نفسي وغادي من غير العباس المساعدي تحدوا بشيش كاين من غير باباش وغادي لان غادي ديرو ميم سيستم وزما تهم حد وزري شي وسير حد وزما شتهم اشي نغواش دوين ولا دوين مشى يجن حاش وسر وهو تغين دين من سيسا قطرة تشتغل من مرة جلسة تحت يقش جاقش من يتغيب عباس من سعدي قش من يتغيب تقسم قش مرة تغيب تقسم داني دي سافو دي قوة حتى تو قد هكي تقبل غين جيش تحرير كوينة ذي جيش وزنو ايوه مش سنن جزائريين وسين دغاسة من يوز دغاسة من بوديا يوز دغاسة من نيواء هاول يوزين بويا من نيواء لأن تو قد تقبل دي جيش تحرير مغربي لو فيت كوزرين تذا يوز دغا بوديا فوسين دغاس ذانيتين وفي الوينة ثنين لأن الدوري تو غايت إرار دي مزاو شيء يسيغي دي لومام سنة عزيز الموش نعم قرأت نخسي وسي طريق العداله الانتقاليه هو الاساس يخص زيد الساعه الاسس يجي الفكر المغربي يجي الفكر بانه المنطقه خاصه باباش رحمه ربي لقى هذه الدان طار حمس حتى وني الدان يختار حمس ثلاث بني موزن رختون شي من عزو هنا عزو بانه نهارا اسس يجي العلاقه مع الاخوان ديال الجزائر باش يسن الشعب كلشي يتخاطب الشعب الشعب نهارا باش يسني القاده نسن قام يتقام ذخر هايج المثال بانه نشين اشقاء نفوق مره ديال الثوره نفوق الحضاره مره ديال المقاومه اقول المقاومه باش مقاوم افريقي على الصعيد القاره تكمل يحظى لولاد الطاسي المغربي الطاسي النموذجي شارك البلاد ونكانتن والقاده جينيرالات يخصنا نسيو نقابو القادة وكاين وغاسن والو ديال القادة جينيرالات الجزائر كون نهار يحكم ديال الجزائر وكنا فهمني الدقات نصار لذا نشين من بنينصار الجهة الشرقية للمغرب أن أسس نهار غنصار حاليني بأنه تداه المقاوم أو الجندي الإفريقي أخاص نخدم كورش ساكنة كمل فعاليات وكفاءات المجتمع المدني والمجلس البلدي للاسف المهم خلينا نبدا شي يلاه نقارش نهار نخمين كثر يجوا فيرو تسينفت باش انك تزعفت يلا في سينفتني خنستيف في كون نهار فيرو باش نخدم تزعفت وتزعفت النير غتنخدم حتى بس بالنسبه للسيد المندوب المقاومه هي اللي كتعرف عاد خدمت كان جنا كاين كل شيء قلبنا الاخوان خاصة الاستاذ طارق الاخوة كاين عندنا عزو الشيء غنخدمك كطرف واحد كيد واحدة غنسيو تنعزو في الدقة التاريخ والدقة غتخدم الشيء كمجتمع مدني تنظيم الندوات سيد دارتها يخص المؤسسات التعليمية ادواتي بحضار انصغر شوية التاريخ تعرفون التاريخ الحقيقي رختو الشين حتى دي المناهج مركات التربيه الوطنيه وزاره التربيه الوطنيه في يعني خصها تشارك في المزيد هو فتح واحد الورش تاريخي باش نبينوا قلتها قبل نعاودها باش نبينوا الاشقاء ديالنا المغرب العربي بان المغاربه وخاصه الجزائريين بان المغاربه ماشي احنا ماشي اعداء احنا تنهضروا مع الشعب
بان القاده ديالهم غلطوهم. احنا كمغاربه شاركنا في الثوره الجزائريه، وهالمثال الجندي الافريقي اللي كان تيمول الجزائر بالاسلحه، راه ماشي ديك الاسلحه اللي كانوا زعما داك الافلام اللي قزموهم بان الاسلحه كانوا تيشفروا غير العسكر ديال فرنسا، ديك ماشي هو التاريخ، التاريخ الحقيقي هما يعرفوا داك الشيء. والدليل هي الزياره لبوضياف، استدعى العائله كامله، العائله ديال حموتي الخالد، واعترف اعتراف بانه نيشان الجندي الافريقي نيشان ساهم في الثوره الجزائريه. يعني حتى هذه حتى حنا غادي نخدموا هذه دبلوماسيه جمعويه، دبلوماسيه جمعويه موازيه، حتى هذه غادي تضر المغرب، غادي توجد ديال الدوله غادي في هذا الاطار. شوف هذا الاخر بان الشعب هو غادي يساهم بواحد الطريقه نبينوا بان نيشان حنا كمغاربه ساهمنا في المقاومه الجزائريه. وهذا هو بالنسبه لهذه الزياره كي قلت لك خصنا نوثقوها، نوثقوا هذا التاريخ. خصنا ندوات بالنسبه للمجتمع المدني، خصنا المجلس يشارك، وخصنا المندوبيه تمدنا بالاليات باش حتى هما شركاء في هذا الاخر يمدونا باليات باش نشتغلوا. حنا ما عندنا حتى شي حاجه في الاخر، حنا عندنا مقاومه في الناظور، في الدريواش، عندنا في العروي، عندنا يعني بزاف ديال الاخر، وخاصه اغزام وشم، ديك المعركه اغزام وشم، وخا تحفظ مع السيد النائب اغزام وشن جا داك الحفل اللي داروا له بواحد الطريقه ماشي هي هذيك، ماشي هذيك هو اغزام وشن. وحتى المقاومين ولا المناضلين ولا الاخرين اللي كانوا تيهضروا ماشي بتاريخ، خصنا كنا نهضروا بواحد الطريقه متشاركيه. ونيشان ها هو المتحف تيتبنى، باش غادي نعمروا ذاك المتحف؟ لا غادي تعمر، وانا تنقول لك خصنا باش نعمروا، علاش الا تشاركنا كاملين ساكنه خاصه ذاك الناس الكبار وعندهم مسائل، هذوك غادي يكون واحد 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 غينا ديال المنطقه وديال الاخر. واقع عاودوا له راه كاين شي واحد من كذا في الاخير مبني الصورة اللي دار الجزائر كذا، هو ما يعني هو كان تيبغي يتقلب يمسي القادري وقتلني اك دكتور قام سيكير تغوينا قتلنا في الدفاع الجمعوي الدريس يحيى المهم هو حتى يروح توا غاسنشلمونا بين الجزائري يروح سعيد بجي يلقاريني شي جزائريين ميستو سيد زين المغرب كذا قارين فرانا قالت قالتو غادي في الجزائر قالتو غادي ولني يزمس القايد كاين شي كورونيل ديال العسكر زكيني يكين النظام يهتي يمشي اذا قادين يدوينا تتغى الكورونيل دوينا شي بدا يجي بدا الزرع في الوالي وقاد ولني قال كذا قال لنا القايد الجزائريين قالت غادي نتسر قالت غادي نتقد قاسني تفق الثوره الجزائريه قال لي استقلالي فقد السني ودي بوش قايوين تديني الناس قابل الناس امو امو يتعاود شي يوسف سعيد بن الشيخ يتقلب حد يتقلب حد ديال وقت اللي يوسف دغان غير في شي غسل كتب شي غسل السني غسل الوثائق اللي نخلع اما غيدوسي الجزيره لي فوتو يغاردني اني غتقد الفيلم اني وردت لانني شنو غادي الجزائر اني وردت ديال الجزائر على الاخر وغاسن في الدين لي فوتو الوثائق كاين تغارش انت في غاردني عندي واحد السيدي درتهم في السيدي لي فوتو ديال الوالد وديال القاده الجزائر قال لي هما اللي نتجوا على الجزائر قالوا لي ما راهاش عندهم في الجزائر بعد ما عندهاش هو غير متحف غير هو متحف وحده غير قال لي فوتو ما لي فوتو ما راسني غاش فوتو ثنيني غنكمرين غنكمرين إنا غار والدين إنا يتقد الفيلم نهرا عاد ما تسرسق غار فوتو تتقد الفيلم إذا إنا عندها خدني غار يديني الجن توب سكري إذا لأن قوي قيم بود السر هذا الوقت وشنو هذا كسل من دوب كان عندي هذاك فيه توب سكر راه عندي ولا بغيتو نوريها لكم دابا راه عندي في الدار هذاك داروا فيه يعني الحدود ديال الجزائر حدود ديال كذا يعني البرنامج ديال الحكومه الجزائريه كيف غيتكون وهذاك الكتاب ما كانش عند نامبورت كي لان هذوك ديال الجزائر قالوا لي هذا قالوا لي يكون غير عند الناس اللي حضروا في اللي داروا هذاك يعني شكون هما وهو عبان رمضان هذو الناس